شارك فرحتك ومناسباتك السعيدة مع كوجي عن طريق خدمة رسائل كوجي على الشاشة. يلا ندخل مع بعض البيانات دي في أماكنها. كود الكوبون اللي هتقدر تجيبه من أقرب كنيسة ليك، وبعدها الاسم والمحافظة، وبعدين ضيف رسالتك وكمان رقم موبايل علشان نقدر نكلمك لو حصل أي مشكلة. وفي الآخر ما تنساش توافق على الشروط والأحكام وتدوس تسجيل. كوجي لكن جوري.